الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه فضل هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي من أجل الأعمال التي أمر بها الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، تنبيها للناس لما سيقوله بعد ذلك. فقال: أفشوا السلام. وإفشاء السلام من سنن الإسلام ومن أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بل هي من أسباب دخول الجنة كما جاء في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا، والله لا يدخل جنة أحدكم حتى يؤمنوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة سبب لدخول الجنة. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وقال في آخره: تدخل الجنة بسلام. وإفشاء السلام المراد به أنه ينشر بين الناس، ويفشى بمعنى ينتشر، فتسلم على من تعرف ومن لا تعرف، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: أطعموا الطعام. وانظر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام، قال: أطعموا الطعام، عام لكل من يطعم، سواء أطعمت بشرا أو أطعمت حيوانا، فقيرا أو غير فقير، كل ذلك من إطعام الطعام. فلم يقل أطعموا الفقير أو المسكين، قال: أطعموا الطعام. فإطعام الطعام سواء للفقير أو غير الفقير كله داخل في هذا الحديث. فإطعام الطعام من أجل الأعمال في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام، وهذا الشاهد لهذا الباب صلاة الليل، والأفضل فيها والناس نيام، يعني في آخر الليل، وإلا فإن وقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، لكن أفضله في آخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، نسأل الله من فضله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، متفق عليه. حديث أبي هريرة صريح في الأفضلية، سواء في أفضلية صيام النفل أو في صلاة النفل، فأفضل صيام النفل بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فأفضل صلاة يصليها المرء تطوعا فهي صلاة الليل، هي أفضل من السنن الرواتب، أفضل من صلاة الضحى، وأفضل من جميع الصلوات النوافل. فصلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، والحديث الآخر كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، هذا كله يدل على أن هذا الأصل في صلاة الليل، أن تصلى ركعتين ركعتين. وعلى هذا فسر أكثره العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أنه كان يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن،
فبعض أهل العلم فهم من هذا الحديث أن النبي كان يصلي أربعا بسلام واحد، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث يفسر ذاك الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، فهذا يفسر قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات طويلة حسنة طويلة حسنة. فقال ليس معنى هذا أنه يسلم في هذه الأربع من سلام واحد، وإنما كان يسلم بسلامين كما تدل عليه الأدلة، وأهل العلم يجمعون بين الأحاديث. وذهب بعض العلم إلى جواز هذه الصورة من الصلاة، أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه، فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه صلاة العشاء، فالأولى فريضة والثانية نافلة في حقه، لأن الصلاة الفريضة ما تكرر مرتين، فكان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه نافلة له وفريضة لقومه، فهو إذا صلى بهم نافلة أربع ركعات فإنه يصليها بسلام واحد. فقالوا هذا كان يسويه يفعله معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ولم ينكر على معاذ هذا الفعل، فقالوا يدل هذا على الجواز. ولكن لا شك أن الأولى والأحوط في هذا أن تصلى صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إذا أراد أن يوتر كما مرت علينا في صفات صلاة الوتر، أن يصلي ثلاث سردا أو يصلي خمس سردا أو يصلي سبعا سردا يجلس في السادسة أو يصلي تسعا سردا يجلس في الثامنة ثم يقوم، هذه وردت بها السنة في الوتر. أما في صلاة الليل يعني في الأشفاع فإنها يصليها مثنى مثنى، وهذا لا شك أنه أحوط خروجا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.